هاي احلى جوهر بالعالم. اليوم كمان قررت اعمل لكم هول، وهو هول كتير رح يطول مثل ما قلت لكم، بس مو 55 دقيقة، لا 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 لا. قررت اعمل كل هولات مع بعض، فقلت لا بيعذب انه التعديل بياخذ كتير ايام وهيك وبلا بلا، بس قلت خلص بعملهم كلهم لحالهم. فهاي الفترة بدي تنزل عليكم هولات مثل المطر. فهذا الهول بده يصير من موقع اسمه دريس لينك، كل روابط الاغراض هون تحت. بصراحة في غراض حبيتهم كتير وفي غراض كنت متوقعتهم أحسن، وكل روابط الغراض هن هون تحت هون. فهلا خلينا نبلش. فأول شي بدنا نبلش بالشوز، واللي هن تا 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 بام 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 LED شوز. بصراحة هدول كتير حلوين، بيجوا هيك بيض قدام هيك. بصراحة أنا لبستهم اليوم على المدرسة هيك، بصراحة كتير حلوين كتير حبيتهم وهيك. وبتجي إلى كبسة من هون، من هون إذا شايفين من هون. وي أنا صرت ما أعرف وين هون. كل بالمدرسة صاروا يسألوني او ماي جاد من ايش شفتهم، او ماي جاد او ماي جاد. فهدول كتير حبيتهم هيك. سو هدول كتير حبيتهم ورابطهم هون تحت، كله حطوه قدامي هون. فهلا ننتقل على اللبس وكل شيء ما عدا الشوز. فالتاني شيء اشتريته هو هاي البلوزة، افرجيكم واللي هي هاي البلوزة. بصراحة هاي أنا كتير حبيتها. شو مكتوبة؟ مكتوب بعرف إنه خبصت بس عادي. فهاي كتير نايمة، ملبسة نايم 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 كتير نايم نايم نايم. فهيك تجي، وهي أخذت سايز سمول سمول إس، يعني لونها بيجي على زهري وعليها ورود ومثل ما شايفين، يعني مثل ما شايفين. بصراحة هي كتير ناعمة، كان في منها أبيض كمان بس أنا حبيت الزهري لأنه ما عندي كتير لبس زهري إنه بلوز. فأخذت هاي. أنا شي اشتريته واللي هو كمان بلوزة، هي بتجي بيضة بيضة سيمبل عادية، بتجي هيك بيضة طويلة هيك مثل ما شايفين، وبتجي من طرف مفتوحة هيك، انه مفتوحة شوي شي خمس اصابع هيك. بصراحة كتير حبيتها لانه بتلتبس يعني حيلا جينز حيلا شي يعني، فللمدرسة يعني اخدتها فكتير حبيتها. تالت بلوزة واللي هي خلاص ما عاد عاد، بس بدي لكم هاي بلوزة بلا بلا هاي كتير حبيتها. فهيك بتجي هيك، ممكن تفكروني سمينة بس هي ما رح تكون هيك، لازم تجي فضفاضة. خليني اروح هيك. بس هاي طلعت شوي كبيرة علي لانه اخذت اياس اكبر مني كالعادة، دايما باخذ اياس اكبر مني كالعادة. سو I'm so sorry. فاخذت اياس اكبر مني، ف ما بعرف بس حبيتها كتير يعني، معلش خليها فضفاضة علي شوي اوكي عادي. تاني بلوزة تنقال تاني بلوزة، بس هي ماي تاني بلوزة، واللي هي واللي هي هاي البلوزة. بتجي سيمبل، بتجي هيك مثل الخيوط من هون وزمة من هون بتقدر تزميها، وبتجي هيك فضفاضة من فوق ومن تحت بتزم، وهيك كمامة شي هيك لهون لهون، ما ضروري تكمل على الكمية على كل الايد تغطيها، بتقدري انتي هيك تسحبيها لفوق، هي لازم تنسحب هيك لفوق تشملي يعني عن ايدك، او اذا بدك بتقدري تعرفيها هيك. فهي كتير حبيتها، كان في منها لون فضي غامق، بس امي قالت انه خدي فضي كاشف احلى يعني. فهيك بتجي من ورا كمان هيك، فهي كمان كتير حبيتها. تاني بلوزة واللي هي ضل في بلوز في بلوزة ما خلينا نقول مثل شال شال يعني، مو شال 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 يعني للصيف بنقال
بام 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 هذا بام 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 أحمر. أوكي أعتقد لازم أوقف. هو هذا الشال بيجي هيك طويل 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 وهيك ميمو وبيجي شفاف مثل ما شايفين بيجي شفاف بس إنه للصيف تلبسي تحته شورت أو شيء. وبلوزين هيك شال حصودة هيك بلوزة سودة وبتلبسي فوقه هذا للصيف إذا ما حابت هيك تعجقي إذا كان هيك شوي في هوا فبتقدري تلبسيه. هذا كمان كتير حلو لابطة هون تحت. وكمان بدي لكم شغلة أخذت قياس أكبر مني سو ما بغلطه. أوكي هي احفظوها، أنا دايما باخذ قياسات أكبر مني مشان لما أكبر يصيروا علي وإذا صغروا علي ما يصغروا علي. Say what شيرين. اوكي هلا لا 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 ننتقل للبنطلون. بنطلون واللي هو هيدا البنطلون الابيض. اخذت هالبنطلون ما بعرف شو شايفين. هذا بنطلون بنطلون بتعرفوا انه هذا بنطلون والله بنطلون هذا. اوكي اخذت هذا البنطلون لونه ابيض وبجي هيك طويل ومن ورا هيك هو بجي خصره عالي فما تستغربوا. وبس كان في منه ابيض. ننتقل عالشناطي. اوكي اول شنطاوي هي هاي بصراحة فيها اغراض المدرسة so you don't need to look at it. يعني بعرف قلت غلط so don't care. اليوم وسختها من هون انا بس هي هيك بتجي هيك في سحابة كبيرة من هون بتجي هيك بس وبتفتحي وما بعرف شو فيها. فيها شاكيتي فيك بتفتحيها من هون فمن جوا كتير كبيرة كتير كبيرة. لا والله ما في شي طلعت بالعادة باخد شنطتي فاضية انا على المدرسة so بس فيها هاي نارين حطتها معي. وفي لها سحاب من هون وكمان هاي بتطق من هون انه بتسكريها من هون مثل طقة تك. خليكم اسمعوا سمعتوا؟ اوكي وإلا جايبة من هون كبيرة فيها كل ورق بالسحابة كتير كبيرة يعني بحط فيها تلفوني وكل شيء. وفي سحاب من هون كمان كبير بس أنا ما حطيت فيه شيء لهلا. وسحاب من هون نفسه ومن ورا هيك بتجي الحبلات انتي بتزغريهم بتكبريهم على كيفك. بصراحة جلدها كتير حلو وخاصة قماشتها كمان هي جلدها كتير حلو كتير واسع بسع فيها كل شيء. انا يعني بحط شاكيتي وبحط شنطاي تانية كمان بتسع فيها شنطاي تانية واللي هي هلا بدي افرجيكم اياها بتسع فيها يعني بقدر احط فيها كومد غلط. فهي كمان هون رابطه تحت الشنطاي بتسع بهي فرجيتكم اياها هلا هي 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 اشتريتها لرفيقتي. رفيقتي هي شفتوها معي بفيديو. اوكي بصراحة هي كتير حبتها وانا كمان حبيتها لانه هيك بتيجي كيوت دنابين هيك دنابين هيك هيك بشنكو هيك دنابين بشنكو ومن ورا هيك وسحاب كتير كبيرة كتير كبيرة كتير كبيرة كتير كبيرة. مثل ما شايفين بدي افتح كل الشنطة يعني اذا بتفتحيها بيطبوا كل الاغراض عم بمزح بس بسع فيها لابتوب نارين وكل شيء بسع فيها هي يعني تقدر تحطي فيها شو ما بدك شو ما بدك يعني شو ما بدك. وفيها كمان سحاب من جوا وسحابها هون كمان كبير هيك بيجي كبير هون وبس وبيجي الى مثل هيك مثل الشرشورات مثل ميدالية هون وكمان تبتدي تغريها وتكبريها هون. هاي شنطاي واللي هي كمان لرفيتي هي هاي الباندا بشكا شنطاية الباندا. بس هاي كتير حبتها هي كتير بتحب هيك شغلات هاي اللي اذا بتكونوا شفتوا هذا فيديو teaching my friend Arabic so بتكونوا عرفتوا من هي رفيتي هاي ذيك البست فريند الي. فهاي هي لإلها كتير حبتها هيك بتجي باندا وانفو قلب صغير وبتجي إلها سحاب من هون كمان بيجي كتير كبير ومن جوا بيجي مثل اجرين باندا وهيك من جوا كمان هي وسيعة وفي لها سحاب من هون من هون
وكمان جواته باندا هيك. نسيت. وكمان تجي مع little panda. little panda. تجي كمان مع little panda. هيك بيجي شكله. كتير كيوت. كتير حبيته بصراحة. So هي بدها تعطيني هاي وتاخذ الكبيرة. وانا كمان هيك انه كان بديل لصغيرة لانه عندي كتير شنط كبار. So انه هي تاخذ كبيرة وكمان هيك من جوا. هيك. باندا. شنطاي البعدة واللي هي اللي هي الشنطاي بصراحة هاي سودا اذا بتشوفوها خضرة بس هي سودا بس هدول الكتابات هيك بالكيف اختهم مو اخضر مو اخضر يعني خلص ما بتقوا وبتجي عليها هيك من هون مثل شو كيف بنسميها ما بعرف انتوا عم تشوفوا وهيك ومن جوا كتير وسيعة من جوا كتير حلوة تجي هيك من جوا كتير كبيرة وفيها سحاب كمان من هون بكل الشنات فيها سحوب يعني سحوب كمان فيها سحاب من هون كل الشنات فيهم هيك سحوبات سحوبات سحوب سحاسيب سحابات اوكي فهي هيك تجي شكلها كتير عم باكل اصابات من هالشنطاي بس اوكي الشنطاي البعدة واللي هي هاي بصراحة هالشنطاي اجتني بس ما كانت مثل الصورة لانه الصورة كانت بتجنن الصورة كانت كتير حلوة بس لما اجتني بصراحة ما كان الا الحبلتين بالصورة ما كان الا هاي بالصورة بس انه الاغراض التانيين كانوا كتير حلوين بس انه هالشنطاي ما بعرف شو صار اوي شو بعد؟ ما رضي انا تفتح ما رضي انا افرجيكم اياها هي شاشه بح قبل شوي فتحتها هي بس هي انه من جوا كبيره يعني كبيره بدنا تسع كل شيء من جوا ما بدي افرجيكم لانه ما بعرف كيف بدي افرجيكم ومثل ما قلت لكم في كل الشناتي في يوجد سحابات سحاسيب سحابيب واللي هو من الطرف هون اوكي يو سي يو سي ات اوكي بصراحه الشنطه ما حبيتها كثير انا مو لعمري يعني ما بتزبط وبس هيك بتجي من هون وبتقدري تحمليها ايش وكمان بتقدري تحمليها من هون انه على كتفك وبس هالشنطاي الي واللي هي هي او ماي جاد بصراحه لما شفتها بالصوره كانت صغيره بس لما اجتني طلعت بتجنن فهيك تجي وبيجي الخيطان هيك قلوب هيك يعني اذا شايفين هون الماس هو مكتوب بالصيني ما بعرف شو مكتوب بس قلب ومكتوب بالصيني بتنفتح هيك ومن جوا من جوا هيك تجي من جوا وكمان مثل ما قلت لكم في بكل الشناتي سحاسي بسبب سحوب سحابات ما بتفرق وكمان في لها جيبة صغيرة من هون ما بعرف انها كتير انه صعب انه افرجيكم في جيبة من هون اي جيبة من هون جايبه من هون اوكي جايبه من هون شنطاي كثير حبيتها خليني اعطيكم اخر نظره هيك في جي حبلتها هيك يعني اي وهيك من ورا هلا اخر قطعه واللي هي من الميك اب واللي هي براشز ريل تكنيك بصراحه انا كثير بحب ريل تكنيكس بصراحه هي ماركه انه ما هي فيك يعني خليني افتحها وفرجيكم بس بتاخذ كتير خلاص هاي في منهم بصراحة كتير ناعمين خليني اشوف هيك تجي هيك مثل شنطاي بتقدر تذاكريها بتسع بشنطاي او شي بتغطيها محل وبتحطيها هيك بتمسكيها ما غاليين ابدا هدول البرشز يعني برشز
هنا الحقيقيات، هذول كمان حقيقيات، بس انه اذا تشتريهم من محل ريل تكنيكس فانه من صفحتهم بيكونوا كتير غاليين، بس هي ابدا ما هي غالية، فرابطها كمان هون تحت. فهدول هنا كانوا كل الاغراض، بصراحة هن كتير حلوين، انا كتير حبيتهم. في منه الاغراض لالي، وفي منه اغراض لماما، وفي منه اغراض انا بعطيهم لاخواتي بلبسوهم بلبسهم من بعد هيك. فكل روابط الاغراض ورابط صفحة دريس لينك هن هون تحت بالدسكربشن بوكس. فبتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، ما تنسوا تفوتوا وتشوفوا صفحتهم وهيك، وكمان ما تنسوا تضيفوني على الانستغرام وسناب شات والفيسبوك واسمي تحت، وكمان ما تنسوا تعملي لايك لهالفيديو واشتراك بالقناة، هو انه تضغطي على الشيء احمر مكتوب على السبسكرايب او اشتراك بالقناة مشان تصيري وحدة من جواهرنا. وهلا بدي اقول لكم انه انا بحبكم كتير كتير، باي.